ملكتي الحلوين، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقه برنامج الملكه تويجه. النهارده معاد الفقره اللي انتم بتحبوها واللي انتم طلبتوها، فقره بيري امرايا صاحبه سنتر امرايا، وهي امرايا. نورتيني يا بيري، يا حبيبتي الناس طلبتك زي ما طلعتش معانا الاسبوع اللي فات، لسه فكلهم سالوا العيد بقى عليكي. وكده. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي. النهارده عايزين نتكلم عن مشكله الشعر. في بنات بتحب تريح شعرها شويه من السشوار والفير والحاجات دي، بيبقى عندها شغل او عندها حاجه عايز تعملها، فممكن تعمل ايه عشان ما تنزلش بشعرها من غير ما تعمله؟ بصي، هو في دلوقتي كلهم بيعملوا، يعني كلهم بيحبوا يعملوا اكستنشن شعرهم، يعملوا تطويل، يعملوا. انا عندي حاجتين بعملهم. عندي حاجه اسمها تركيبه. التركيبه دي حاجه بتبقى عامله زي الرصه دي بس بتبقى نايمه، اوكي، فبنقدر نركب عليها اي طول للشعر هم عايزين. اوكي، يعني لو هي عايزه تعمل شعرها كله زي الويج، بنعمله بس على شعرها وهو من يعني لمينه محافظين عليه. دي بتكون ثابته ما بتتحركش؟ لا، ثابته. اوكي، تعمل بيها كل حاجه، لان لما بنكون عاملين شعرنا مركبين فيه اكستنشن بتضطري تعملي الاثنين مع بعض، فبتهلكي شعرتك. في حاجه اسمها، في حاجات كتير يعني مش هشغلهم عشان هم مش عارفينها. كل ده بيبقى فاصل او اكستنشن للشعر، يعني احنا عاملين فاصل للشعرايه، فالشعراية عشان تدمجيها مع الشعراية التانية لازم تدمجيهم مع بعض بيبي ليس او سشوار او حرارة. أوكي. فالشعراية بتتكسر. والحاجة التانية؟ لا، شعرك كله معمول جوه زي الطاقية. عارفة زمان لما كنا بنعمل طاقية في شعرنا؟ بالظبط كده. طب بس ده بيريح بالرصة. الشعر جدا. هي بصي بتحافظ على الشعر، تمام، بس الناس عموما لما بيشوفوا الرصة بتاعت الشعر بيجوا يفكوها بيقولوا بتوقع الشعر كتير قوي. بالعكس، انت كل يوم بيقع منك 100 شعراية، فتخيلي مثلا انت قعدتي شهر او شهر ونص مركباها وجيتي تسرحيها مرة واحدة، فال 100 شعراية هيتجمعوا كلهم في وقت واحد. ولو حد بيقع منه اكتر من 100 شعرايه كده لازم يتعالج، كده في مشكله بقى. لا، هو كده يروح للدكتور بقى يعني. انت طبعا عايز تاخدي، في حاجات كتير قوي يا جماعه الناس بتاخدها علشان خاطر البصيلات عندنا ضعيفه. تمام. ففعلا الحاجات اللي بناخدها بتبقى حلوه جدا، يعني هما لازم يروحوا دكتور جلديه، دكتور تغذيه. ما فيش حد ياخد حاجه من اول مره يقول لا ما عملتش حاجه. لا طبعا، طب ما فيش حاجه بتعمل من اول مره. كده شرحت لنا اول حاجه. الحاجه الثانيه؟ الحاجة التانية هي الرصة زي اللي أنا عاملاها دي. دي اتكلمنا عن الحلقة اللي فاتت عنها وخدنا خطوة واحدة. أنا النهاردة جاية عملناها. أعملها لكم بقى. بصي يا ستي، هو احنا كلنا بنحب نلون شعرنا. أوكي. أنا واحدة من الناس ما بحبش ألون شعري، ما بحبش أهلكه. أوكي. فأي ألوان أنا عايزاها بدمجها مع شعري. يعني بجيب أي لون أنا عايزاه بشعر معين للرصة. ده شعر ولا ده خيط؟ بصي، ده ما بينفعش معايا لا شعر طبيعي ولا شعر صناعي. دي حاجة معينة بتتعمل بيها الرصة. اوكي. يعني الناس متخيله ان هي عندها مثلا حاجه صناعي في البيت بتاخدها تفكها وتعمل بيها، لا هتزحلق منها ومش هتنفع. انت ينفع تفك لنا حته ولا هيبقى صعب؟ لا مش صعب ولا حاجه اهي. بصي، هي بتتضفر عادي جدا مع الشعر. احنا بندخلها مع الشعر. اهي. ولو حد شعره قصير وعايز يطوله بقى يعمل ايه؟ يطوله بالرسته او يطوله بالتانيه اللي انا قلت لك عليها. لا قصدي يعني لو الشعر قصير وهو عايز يعمل رسته طويله، الباقي ده بيجيبه منين؟ على فكره انا شعري قصير. انا قلت ده مع ده على فكره. يعني انا عايزه اقول لك ان انتوا يعني بتقلفوا فيه، يعني انا عايزه اقول لك بس لو الكاميرا تيجي كان على السؤال التاني بقى. في بنات بتخاف تعملها، بتقول هيبقى شكلنا واحد كده 3 شهور او 6 شهور. احنا ممكن نغير الشكل كل شويه زي انا ما انت واحده من الناس بحب الرياضه، بحب العب جيم، بحب اتحرك. أوكي. بحب امشي في البيت، فمش 24 ساعه في الصيف افضل قاعده اعمل شعري هيبوظ. أوكي. فانا بحب اعملها بتريحني، وكمان ان شاء الله ربنا يا رب يهون اللي احنا فيه طبعا. ده كلنا ان شاء الله، كل ان شاء الله. بننزل ميه. البول ده بيبهدل الشعر، ده بيحافظ بقى على الشعر. طبعا طبعا، كل ده بيحافظ، بيخلينا على الاقل مش كل شويه نعمل شعرنا، مش كلنا شعرنا ناعم. لا انا كنت بتكلم ممكن تعملي كذا شكل بالرسته. طبعا انا هي دي الرسته دي تبقى سايبه. اوكي. بس انا يعني عشان بس الجو كان حر قوي النهارده وفي مشاكل حصلت في الطريق. تكييف ازازة القطر. والجو حر ومفيش تكييف. لا، في تكييف والله، مش ازازة القطر. فلميتها يعني. انا بقول لك بصي، يعني هي بصي ممكن توريها لنا كده على الهواء عشان في حد اشتكى الموضوع ده قبل. لا كده قال لي لا، انا هعمله كلها هفضل شكل سايبه، كده ثابت. كلها سايبه. بصي اللي بيحب التغيير. كلها سايبه كده. لو الكاميرا بتاعتك جايباها. الكاميرا جايباها. بس فانا بلمها كده يعني. على فكره انا ساعات بعملها 2 بن يعني. بصي انا ساعات بعملها كده ولا انا طفله يعني. بس يعني احنا ممكن نغير ممكن الشكل يعني. منها. طبعا طبعا طبعا، تقدر تعمل منها اشكال كتير قوي.
وتحافظ على الشعرايه طبعا. انا عن نفسي بحبها، مش بتهلك لي شعري خالص، بس بحبها في الصيف عمليه قوي. وفي الشتاء؟ في الشتاء طبعا جميله، بس في الشتاء بحط ويك بقى، الجو عارفه بيبقى حلو، فبرحم شعري بالويك شويه. هي بتقعد قد ايه؟ لا لما بتزهقي منها بتشيليها، يعني لو ما زهقتش منها اخليها؟ خليها، ما ينفعش ان احنا نفك. والله انت بقى يعني انت تهتمي بشعرك، علشان يعني احنا لازم نكون نضاف. يعني ما يعني ما تقعديش اكتر من شعر في شعرك، يعني شعره تتفك ونركبه بس تعرفي يعني عارفه، مش كلنا نقعد شعر نستحمل. ايوه وانا بتكلم عشان كده. يا زي الرموش مثلا، في ناس كتير قوي بتيجي تقولي على الرموش اكستنشن بتاع الرموش ده في 6 شهور. طب انت عندك استعداد تقعدي 6 شهور ما تغسليش عينك كده؟ هتتعبي. طبعا فاهمه. كل حاجه كل ما قلت في الوقت بتاعها بتبقى احلى. طيب عايزين نتكلم برضو عن حاجه تانية مهمه، المانيكير الجل. في كذا حد سالني عليه، بيأثر على الضوافر؟ بيقعد وقت قد ايه؟ بصي هو الجل احلى، في اكليريك وفي جل. اوكي. الجل يعني الجل بيبقى احسن لان الخامه بتاعته بتبقى طريه شويه. اوكي. عكس الاكليريك، الاكليريك بتبقى ناشفه. فبعد اسبوع مثلا هو المفروض بيتعمل كل 20 يوم بتعمل عليه القاعده بتاعته. اوكي. علشان خاطر بيطلع من الجذور بتاعته، تمام؟ الاكليريك بيشبك في الشعرايه لانه ناشف. لكن الجل ما بيشبكش لان الماتيريال بتاعته بتبقى شويه طريه. يعني هو 20 يوم ونعمل ريفيل بعد كده على طول. بس بيبوظ الضوافر طبعا، انت عامله طبعا عزل على الضوافر. يعني انا عندي ضفر انا كنت شايلاه عشان اوريه لكم. يعني لو الكاميرا تعمل زوم عليه بس كده، طبعا شكله وحش جدا. بس انا كنت عايزه اوريه لهم من غير الجل، عايزه اوريهم الفرق. انت عامله الجل مش كده؟ انا عامله الجل، عايزه اوريكي قبل واوريكي بعد. ده كده قبل؟ ده كده قبل. اوكي. تمام. الكاميرا جايبه؟ الكاميرا جايبه الكلام ده؟ بتجيب بيري؟ اوكي. انت كده قبل؟ كده قبل. اوكي. كده بعد بقى؟ كده بقاله 20 يوم. 20 لو يوم. الكاميرا عملت زوم عليه برضو هتجيب الجذور بتاعته، شايفه؟ بدات تطلع لفوق. ايوه. يعني هو 20 يوم ونعمل له ريفيل على طول. بس احسن حاجه انها تعمل عليه، علشان الجل بالذات لازم يتقفل كويس، في حاجه اسمها بكتيريا بتتربى بين الاكستنشن اللي احنا عاملينه وبين الضفر. اوكي. فبتعمل سوري يعني زي حاجات خضراء كده في الضوافر. فده لازم يتعمل عليه طبعا الاعاده بتاعته. والفتره دي لازم تنضف في كل حاجه. طبعا لازم تقفلي الضفر كويس جدا عشان ما فيش اي حاجه تدخل بينه وبين الماده اللي احنا حاطينها. انت قلت لنا النهارده في مفاجاه انت محضرها لنا. هو انا عندي بصراحه مش تبع اشتغل النهارده. نطلع فاصل ونرجع لهم نقول لهم بقى على المفاجاه. هنطلع فاصل وراجعين على طول، خليكم معانا، فكره مهمه جدا. ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ومعانا بيري صاحبه بيوتي سنتر امرايا. النهارده بيري حابه تغير شويه مود الحلقه، فعندها اكتشاف عايزينها بقى تقدمه معانا. اتفضلي يا بيري. والله هو انا معايا سليم ومعايا الاء، انا سمعتهم صدفه. اوكي. سليم بيقول تواشيح الله اكبر عليه، والاء مش عارفه اوصفها، يعني ممكن اوصفها اقل من اللي انا هقوله عليها، وسليم كمان. فانا عايزاكي بقى تتعاملي معاهم وتتكلمي معاهم. اهلا بيك يا محمد، منورنا. اهلا بيكي حبيبتي. اهلا. الاء ضياء منوريني. منوريني. طب ممكن نبدا معاك كده؟ نبدا. اوكي. انت بقالك قد ايه بتغني بس الاول؟ والله انا من صغري. وانت صغير؟ ماما عندي. اوكي. تمام. وارتجالي مع نفسي كده ما ظهرتش، يعني ده اول ظهور لي عامه. ان شاء الله يكون اكتشاف، وزي ما سمعت من بريه قالت لي صوت هيكسر الدنيا بجد ما شاء الله. ربنا يستر. والله العظيم ربنا يستر. والله يعني هنشوف كده الحكم المشاهدين بقى هم يقولوا. ربنا يسهل الاحوال. هنبتدي من بتاع الشيخ محمد عمران، لان الصراحه انا بعشقه جدا جدا. اوكي. الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني،
قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميع من خلقي قد جاء يشد بسره المكنون ويسبح الرحمن لجلالة الرحمن في التكوين. انت هايل يعني بجد والله يعني حلوة جدا كنت متخيلة ان هو صوته حلو جدا اول ما سمعته قسما بالله جسمي اشعر يعني عايز اقول لك ان انا وبيري يعني انا دمعت من يعني حلاوة صوتك يعني ما شاء الله ما شاء الله اتمنى هو اتمنى فعلا يا جماعة طلع اكتشاف يحفظ لنا القرآن يعني اه والله العظيم لا كانت بتتحدى من شوية يا محمد وقالت بقى ايه خليني انا بعد كده تحلوا بيا لا لا جميلة جميلة من انت حصل كده يعني ما شاء الله عليها ده لا تتحدى انا مش بعرف اقول بس انا بسمع بس طب ممكن تسمعينا هيك انت بتغني برضو تواشيح حاجة وردة جزائية وردة انا بغني الاثنين اوكي بتحب وردة حبيبي صحيح نتوعد ونتقابل ونتكلم لو أبطوله كلام يمكن ملوش معنى ماهوش من القلب لكن برضو بنقول ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم ونرجع تاني نتقابل ونتكلم ولا عارفين بنفرح أو بنتألم وفوق خد الليالي دموع بتسأل ايه جرالينا شمعنا ما عادتش شموع ونيجي ندب تطفينا وده كله ملناش إلا بعضينا في جنة في نار بتجمعنا ليالينا شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي
حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول 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 يا حبيبي. ايه الجمال ده؟ ده ما شاء الله ما شاء الله هايله والله هايله فعلا بجد، ما توقعتش كده ابدا. لا ما شاء الله عليهم هما الاثنين 22 ما شاء الله. بتغني من امتى؟ انا بقالي سنتين بغني، محترفه الغنى بقالي سنتين. بتتمرني وكده؟ بتمرن مع نفسي. كانت اول حفله ليا قدام مايسترو الكبير سليم سحاب. اوكي. ساعتها ما اعرفش سليم سحاب كان بيقول ايه ده، مين دي؟ انت فعلا اكتشاف ما شاء الله عليك بجد. نفسي حد يعني عارفه يكتشفهم. اه الاصوات دي ما ينفعش ان هي تفضل كده يعني. انت عارفه ان انا يعني انا ما اعرفش ايه اللي خلاني اعمل كده، هم يستاهلوا بصراحه. والله لو بيجي حاجه اعملها هتعجبني. انا معايا مواهب وفكره حلوه وكده وهتعجبكم اكتشاف، بس ما تخيلتش بجد ان انكم. انا عايزه سليم بقى يقول لنا حاجه دلع كده. زي ايه؟ وينفع انتوا الاثنين تغنوا مع بعض حاجه؟ زي ايه؟ والله يبقى صعب. ما هي مش حافظه حاجه هتمشي معايا. اصل هو حاجه ممكن تسمعنا ايه غير التوشيح؟ عاوزه تسمعي ايه؟ اي حاجه هتعجبك يعني، مثلا يعني حددي نوع مثلا يعني. حددي النوع يا بيري. يعني غنى ولا ابتهالات؟ وانا بتحس اسمها ممكن وانا دي جميله، بس احنا عايزين بقى غنى كده ممكن يعني حاجه زي ايه يعني؟ اقروا عليا انت محضر ايه؟ لا طبعا اقروا على مين يعني يا اميرتي. لا لا لا، في اغنيه انا بحبها اللي اسمه ايه، وائل جسار. يا ريت. اللي هي لو عشت بعدي وبعد بعدي. اه كلنا بنحب الفنان وائل. اوكي. اه ده جميل جدا يعني. يلا بينا. لو عشت بعدي وبعدي بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك اوعى تنسى زمان. ما تقولش حب وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي غالي عندك بس هي حياة. وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الاه، وبقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي الاه. خلي الفراق اجمل فراق في دنيا العاشقين، وإن حد سألك عني قول كنا أوفى اتنين، قول كان حبيبي وكان حياتي وعشرة ليا سنين. أنا مش عارفة أقول إيه والله بجد، مش عارفه اقول حاجه. انا بعد هم معاهم هم الاثنين بتنع. اه لا ما شاء الله حلوين جدا. احنا نفتح لايفات ونقعد نغني بس هم يغنوا وانا اسمع. احنا كان معانا اهداء يا جماعه، ممكن ننزله؟ موجود. لازم تشرفونا في حلقه ثانيه ونسمعكم تاني. بس انا اتبسطت معاهم النهارده جدا. انا عايزه اسمع حته بس من قلق امانه ما تكة صغيرة. الله أكبر. ما بس. قدامك 10 ثواني. تاني وهي يعني وهي بتقولها. أمانة ما انا
كيف السبيل إلى وصالك دلني نورتوني وشرفتوني، وكنت عايزه اعمل اهداء قبل ما اختم الحلقه للمستشار امين الفرماوي. كل سنه وهي طيبه بالنسبه لتعملها النهارده. هي جت على الهواء. الو اميني، خبيره التجميل الخليجيه، المستشار اميني، اهلا بيكي. اهلا، كيف حالكم؟ بنحاول نتكلم من بدري، عايزين بس نقول لك كل سنه وانت طيبه عشان عيد ميلادك النهارده. عيد ميلاد سعيد. انت على طول منورانا ومشرفانا، ولازم طبعا النهارده نقول لك اقل تهنئه، يعني كل سنه طيبه. الله يسعدكم. ومعاكي بيري، عايزه تهنيكي. كل سنه وانت طيبه يا اماني. حبيبتي الله يسعدك كتير يا رب. اسعدتوني. لا والله دي اقل حاجه، ومش مهم طبعا يعني، بس ان شاء الله لغايه لما تيجي مصر بقى تيجي هنا القناه وتشرفينا ونحتفل بيكي ان شاء الله. طبعا تنورنا. الله يسعدكم يا رب، مشكوره حبيبتي. ما قصرت. احنا ممكن نختم معاكي الحلقه ومحمد يقول لك هديه بقى سريع كده. مشكورة. انا مشكوره طبعا الضيوف اللي معانا. هنختم الحلقه دلوقتي، ننزل بايه؟ لا ما عشان ننزل بحاجه طبعا هرتجل لها من دماغي بقى. اوكي، اسمها اماني. هي عيد ميلادها صح؟ عيد ميلادها النهارده. محمد، نشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه، وعيد سعيد وقبال سنين كتير، فرح وسعادة ونشوفك عن قريب ويكون احتفال.